احنا من حزام بغداد ناحية الخيرات، والله نزحنا من 2016. احنا اصلا انا بالذات اخر وحدة طلعت من بيتي امرئي ابراهيم بن علي، قال لي هم جم علي قريبة من القرمط، جريبة على بغداد. ايه هم جم قالوا لي اطلع، يلا طلعت من البيت مالنا. تمام. قالوا عندنا شغلة عمليات، راح يصير هجوم على الفوج وما ادري شنو، وطلعت راح تضرون عائلتكم. ونزحوا اللي قدام، نزحنا بالقرمة، من القرمة اخذوا القرمة نزحنا للسقلاوية، من السقلاوية بعدين للفلوجة، من الفلوجة للنساف، اخر شيء بالنساف. بس احنا بالشبير شالوه بالرشاد بالقرمة، عندنا وليد الشبير اسمه عمر، شالوه اخذوا هم الدواعش دمدهمونا الساعة 12 الظهر، طوقوا البيت كله، جابوا ابن الشبير اكبر من هذا، قالوا اذا ما لقى عمر ناخذه كلته بداله. فجاء عمر كان قاعد يمي، هو مو ابن ابن ضرتي بس قاعد يمي عشان يتغدى. جم شالوه اثنين سيارات بكل فوق 12 وحده، اخذوه شتفوه، شنو السبب يا رب؟ قالوا استفسار. طلع ابوه خطيه وراه تاي يسولف وياه، سحبوا اغصان فوق ابوه، سكت ابوه. انا قلت لهم امريكا شالت والجيش شاله والحاش شاله، والمهم التجيت تشيلونه؟ قال عندنا استفسار. وراح هذاك يوم وذاك بداله، ما ندري بيه بعد وين اخذوه، بعد ما رجع. انا بيتي مقصوف نص من عندي، وما عندي غير بس هذا الولين، ظلينا ويانا ويانا ما خلونا نطلع على العبره. ليش اقول لك؟ كل ما نطلع على العبره بسبب الوليد الشبير اللي اخذوه، خلوا عينا مؤشر عندي هذا وعندي اكبر من عندي، كل ما اريد اطلع يقول تاخذينه من ارض الرده. حطوا علينا معلومات يم العبره، ثلاث لابات رحنا على مسلمتي ورجعنا ما خلونا، وظلينا ندور على الوليد الشبير. انا اقول لك من منطقه لمنطقه. تمام. انا اقصد هسه حجيه، هسه بي عندي معين بس هذا واحد راح الكتل ويانا بالقصف، ابو قطعه رجله ومات هنا برمضان، صار في مرض سرطان ومات هنا بالخيمه، وظل عندي بس هذا الولي وخواته واني. فاذا ارجع انا ما عندي لا راتب لا شيء، لا اقدر ازرع، عندي قاع بس ما اقدر ازرع بعد، من يزرع لي؟ كان عندي ولد ثليل والمرته ذيك ولد ثليل وهو ابوهم. زين اذا ارجع انا هسه شلون شو اسوي؟ من اللي يزرع لي؟ من اللي يفرح لي؟ من مثل قبل يعيش لي؟ السياره راحت اخذوها الحشد، الحلال فوق الخمسين عاج اخذوهن، السياره اخذوها، عندنا هواش 17 هاش اخذوها، ومع البيت هذا كان ما مخلين بي كل شيء. حتى اخوي والله نازل بسبع البور يقول يحملون من مناطق وشين على ابوه غلاب داعش. يابا شو احنا داعش اخذ من عندنا الوليد وكتله، واحنا حصرنا هسه عائله كامله التهت ظلنا بس هذا الوليد. اي ما يخلون هسه يقول لك هلا تجي، احنا هسه حزام بغداد هسه يقول لنا يجيكم عمر من بغداد من عمليات بغداد يلا تطبون مناطقكم. جنب الضباط يقول لهم اذا اريد نطب قال طبوا على مسؤوليتكم. تجيكم ميليشيات بالليل، تجيكم حشد، تجيكم عصايب تقتلكم، تاخذ الزلم ترى مو مسؤوليتنا. اذا ما نجيب بيكم عمر من بغداد من عمليات بغداد ما حد يقدر يطب. احنا السبب ما يطلع عمر بعودتكم؟ ما ادري والله، يقول حد الان ما صدر بيكم عمر، ما ادري سبب الحشيد. يقول لك احنا حدنا داخل السور ما لنا علاقه به. هسه زين اكثر عوائل ترجع داخل السور، يقول لك احنا نرجع، يقول انا ارجع الجيش بس ترى مو مسؤوليتنا. يجي حشد يشيلكم. تجي عصايب، اثاث ما يخلونا عبور، حلال ما يخلونا يطوب، هاي سيطرة 30 والله. بس المنظمات المستمرة ويانا لحد الآن هي أياد الرحمة، بس أياد الرحمة. وأكو متبرع أبو سارة اسمه، صحيح هذا متابع الأرامل والأيتام والمحتاجين. والله قاعدين بالبيت مالنا، ردنا نطلع وما خلونا نطلع، وقاعدين بالبيت وضربتنا الطيارة. قصتنا اني وابويا واخويا، اخويا انقتل الاكبر مني بسنه، وان قطعت ايدي وابويا انقطعت رجله. اني من النساف، والله سوء الخدمات بيت ما عندي، هذا اغلبيه المشاكل، شغل ما عندي هناك، انا شغلي بالاداره. احنا عندنا 31 مخيم، مخيمات العامريه. كل مخيم مش قد بيها؟ مخيمات ما اعداد ما عندي يعني، تقدر تاخذ من المركزيه. بس احنا اعداد مخيمنا 120 عائله حاليا، كانت ما يقارب 900 عائله، فالبقي اللي رجعوا البقوا هسه عندنا 120 عائله. من اي مناطق تفزعون؟ القرمه اكثر شيء عندنا، الفلوجه، الصقلاويه، العصاي، القائم. شنو سبب عدم عودتهم لحد الان؟ اغلبيه الناس هنا عندها مشاكل، المشاكل العشائريه، اذا اكو مشاكل امنيه، بالاضافه الى اللي بيت ما عنده، بيته محروق، يعني هاي اغلب المشاكل اللي لحد الان. اي شيء ماكو، اي تعويضات ماكو.
سووا هاي المعامله مال 1.5 مليون للعوده ولحد الان هي ما تنفذت اي شيء، يعني كلام على ورق فقط. كل الجهات، الوضع الامني حاليا مستقر بالانبار عامه، بس يبقى حاله التعويضات، الناس تقول لك انا اعوض بيته المتضرر، الاضافه الى المعيشه هناك، الناس يقول لك احنا ما عندنا عمل، فاذا ما يصير تعويضات ما نقدر نسوي كل شيء بداخل المناطق. احنا طالب المسؤولين ان يعوضون الناس هاي اللي بيتها واقع، المتضرر، يطلقون التعويضات، يصدون عليهم كمساعدات، يعني ما تبقى بس المنظمات هي تشتغل. تروح منا ما تدري وين تود وجهك، هذا يجيك منا وذاك يجيك مناك، وهذا ما تعرف دربك منين تفوت. يا ابوي ما ودي احنا فاين حضنا، خلونا نشوف دربنا، هو ما يستعين انتم ورانا ورانا. هذا يقول لك انا حشد، هذا يقول لك انا عسكري، هذا يقول لك انا شرطي، صاير متشالب عليه من كل الجهات. بشر ما عنده كل شيء، انتهى. مو لازم اللي تروح تجيب قصاصة وتجيب مدري منين وتجيب تروح العمليات بغداد. يا ابو على شنو؟ انا عراقي عندي شيء ياخذوني، ما عندي شيء سهلوا امري، خلوني اقعد ارتاح. صار اليوم 5 سنين بعد 6 سنين متشالبة علينا الدنيا، وفاين حضروا ويشتعل سالفة وقاعدين يسعى بالخير. من هنا داخل السور انتم والله عندكم طلايب عشارية، احنا وانتم هاي ما عندنا طلابة. جيبوا التمايمه وجعدهم قباله ابو حق ياخذ حقه، غير ماكو هاي السالفه. ناس تهددني بالحزب الفلاني وانا بالحزب الفلاني، وتعرف انت الشغله ما داين بال، مو ماكو قانون قاسي، كل من بكيفه يسحب الرشا. شفت انت المعارك مال الجنوب؟ شفت شلون جيش ما تقدر يصلها. والله وضعنا ما كل شيء، الشيء القليل ما حد يجيب لنا مساعدات، ماكو يجيب لنا هاي العيش وبطل دهن بالسوق ب 500 يبيعونا عليه بالربع كل شهرين. يبيعونا بالف وربع وهو ب 500 بالسوق. هاي كيس الطحين يبيعونه ب 25 وهو ب 12 و13000. ما يصير ماكو شيء ترى، لو مخليها على قبل على عيش واحسن. عاد بالغالي كيس طحين وكيس تمن وكيس تنك دهن بيها مجال. هسه انا لو تشتري منهم لو ما يعطونا كل شيء روح ماكو ولا حد يقول لنا الله بالخير. انا صار 24 هنا والله ما يوم واحد انطاني درهم. هسه عنده ماطور هذا مال مبرده وديت على يريد مني 30000، وجبتهم عفته ومشيت. بس انا قاعد بالحر ماكو غير الله، شو نسوي؟ هاي اللي بيوتكم بمناطقكم والله تهذت انقصفت، شلون حضرت بيوت؟ حتى اللي ما تهذت شالوا اغراضها، سووا سوق بالشعله، سوق داعش، سموه سوق داعش. ثلاجات نعرفهم وفرشنا اللي حاكين على دينا بالسوق مال الشعله. ماكو غير الله، شو اسوي؟ وين ما بدينا شيء. والله انا عائلتي كثير، هاي كلها 15 خيمه كلها لي. ما هذول التمايم ما حد طلبيتنا، ماكو ربعهم ما يعترفون بهم زعاطيط. وتعرف انت من تميل الحزب الدعوه ومن تميل الحزب المدري وين، الحشي عالي. هو زعطوط مو ما يعرف قانون العشائر، ويقول يقول ليش نظل هالشكل ما نقعد ونتفاهم. الحشي عالي، ماكو عندنا مستوصف كنا متاملين عليه الساعه سدوه. المستشفى اللي هو تابع لنا وزين انساد، ظل بس يداري ينطيك حبابي
لو نعطيك قطيع شراب وقول لك توكل. قبل هذا فايدة، إذا أكو طالبون على هذا يفتحونه المركز، هذا مال الصحي هذا القديم، وهذا قديم ترى، مو لا ويا داري ولا ويا ذاك، هذا قديم وخوش، عاد من ربعنا من وين تنطيت تفهمه تقول له محتاج ما عندي، تنطيك يساعدك الدكتور يفتهم شغلتك. يدزك للعامرية، يدزك لبغداد. عديني عيني بهالخيام حاشا غدرك وفاين حظنا لو يفتحوننا مكاناتنا والسور حزام بغداد احنا بخير الله، بس هنا بهالمخيم هذا اللي شوفه لاكو مساعدات لاكو مثل شيء. شرد لو شفنا ماكو مساعدات هذا رد على بالإدارة، اي هذا بالإدارة انت ولا بهالحجار جيبه بعدتك وتركتك، يقولوا ما نشبيدي غير الحكومة تجي وتجيب لكم توفر لكم، انا اجيب لكم، لا انت تقول الحكومة لا تجيبك، وهذا اللي شفنا فاين حظنا ولا شوف لاكو رواتب لاكو شيء لاكو غير لاكو هذا ماكو كل شيء قاعدين. افتحوا مفتحوا هاد السور تاكل من رد لها كل من رد لمكانه، نموت نحيا نسوي نقعد بها. لك اللهم الله صح، عندي ابني مسجون صار له 10 سنوات ولا عليها ولا بيها ولا هذا، 10 سنوات مسجون لا يبعن حكمونا، لا عند حكومة نهاية، اي عند حكومة نهاية جديدة، هم الدولة سلموا عند حكومة نجدة صار له 10 سنين قبل داعش قبل غير، وهذا شيء نجيب ونتماخر لنا كل شيء عليه، بس لا والله أنا أقول لك بالشارع ما مدينا دينا وشعابنا. ليش مسجون؟ ليش؟ هيك مخبر سري من البيع شاله قبل داعش، ولا نعرف داعش كنا ولا نعرف غير، مخبر سري الزوم عليه وشاله، وهاي ندلون مكانه؟ اي ندل اي ندل مكانه، ساعة جابونا للرمادي من بغداد جابونا للرمادي. لا يبعوا يطلعونا لا يفعلوني لهالمخبر السري، انت من مخبر السري غير تقعد وقباله وتجيبه تجيبه يقول لك عندي هالشي عندك هالشي هالشكل، مخبر سري وقبال صار له 10 سنوات. احنا شنو ذنبنا قاعدين نسعف هالمخيم؟ لا نبات يجينا الكهرباء نبات ما يجينا، وهاي الخلق شوف هالمخيم قاعده افتحوا السور تار ردوا مكاناتنا، يجينا الجيش يذبحونا الميليشيات تذبحنا، بس افتحوا السور خلينا نرد مكاناتنا. واي اللي شفنا قاعدين وانت حمى وانت قلت الله سعطبت الكهرباء قعدت هناك حطيت يدي على وجهي وقعدت شكل وما تتبعها، وانا مريضه جلطه عندي ذبحه عندي ما عندي ربع دينار تجيب العلاجات لك الله وما نرى. والله كل منه حسب ظروفه، اكو ناس بعد يعني سكن ما عندها، واكو ناس يعني ما عندها امكانيه ترجع، هي هاي الامور اللي جاي تاخر بالناس. المساعدات اختلفت مو مثل قبل، يعني ناس هذا شهر رمضان يمكن اجوا مرتين يعني مساعدات مرتين، مساعدات حيل ضعيفه حيل. الجهات اللي تساعدكم من هي؟ والله ابو والله ما اعرف الجهات، اياد الرحمه و وهاللي حصلون يعني من الجوامع يجيبون، والله هاي ما موجودة عندنا. يعني أنا هسه من طلعت شكو شي عندي يعني حتى هاي أدوات ما سميش هاي بعتها، وشاهي كانت مصدر رزق عايشي هناك، هسه أنا دا أرجع يعني ما عندي مصدر رزق ولا عندي راتب رعاية يعني شوية يحسن وضعي. احنا ناس رجعت وناس بعدها، تقريبا أنا عندي 3 أخوة رجعوا وأنا بقيت بعد وضعي شوية.
فاطمة، من أي منطقة أنتِ؟ من الفلوجة. من الفلوجة. بيا سنة نزحتوا؟ والله ما أدري. بيا صف أنتِ؟ بالثاني. مستمرة بالدراسة؟ إيه. وين تداومين؟ هناك مدرسة الأخاء. اللي هي بالمخيم نفسها؟ إيه. شنو مشاكلكم أنتوا؟ إيش تحتاجين؟ إيش تريدين؟ والله كل شيء ما أحتاج. وضعكم أنتوا؟ بابا موجود؟ إيه. إيش يشتغل؟ كش ما يشتغل قاعد. بيتكم بالفلوجة انضرب وانقصف؟ إيه. وقعتها الطيارة. وقعت الطيارة. ما عوضوكم؟ لا. شو طالبين؟ شو تريدين؟ شو تناجدين؟ شو تقولين؟ كش ما من زوبع. من زوبع. من أي سنة نزحت؟ والله ويا الفلوجة. يعني هي بسحت. عجب ما رجعت لحد الآن. والله ما عدنا لا بيت، وما عدنا لا بيت، وحالتنا تعبانة حيل، وما رجعنا. أبو الأطفال موجود؟ إيه موجودي، بس ما عدنا لا راتب، وحالتنا حيل تعبانة. والله. منطقتكم فوق متلزة قصوف. مبلا قصوف، ويعني غريضنا حلالنا ما لقينا. ودابين يعني مواد شو اسمه شباه، يعني مواد مال بناء ما لقيناه، كله مشيو. والله ما نعرف، والله يا اخي ما ادري من الاخدامات. حلالنا ما هم راح ما لقيناه. والله مشاكلنا هم يعني حالتنا تعبانه حيل هون بالمخيم، عندنا اطفال هم هذا المستوصف هم سدوا. ايه مساعدات هم على وقت تجيبونا. انا جهال كلهم بعدهم مقصرين، هذا صار يعني واحد طبعا. بس حالتنا والله حيل تعبان، لا راتب يمنا وزمتي هم لا شغله ولا عمله قاعد. اي والله. الوضع الصحي للاطفال شلونه؟ والله الاطفال هم مرضى، مرضى همي. الصحي هنا شلون مستواه؟ والله هذا سدوه هسه عمي على وقت يعني تدفحونا اياه. الصوت اوكي. عرف اسم حضرتك شلون؟ السعدية خلف دلف. من اي منطقة ناس حضرتك؟ والله من الحصاي. منه من الحصاي. اي سنة نزحتوا؟ من 2017. شنو سبب عدم عودتكم لحد الان؟ والله بيت ما عدنا، بيتنا واقع. يعني بسبب الحرب اللي صارت؟ اي بالحرب بيتنا تضرر. سبب عودتي البيت واقع بالقاع بالكامل، ما عندي شيء، لا عندي راتب ولا عندي شيء تعبني، وارجع هناك يا وقاعد بالمخيم لحد الان. تعويضات ما انطلق. تعويضات لحد الان، رفعنا معامله ما تعويض لحد الان ماكو. شو يقول لكم؟ يقول انتظروا، ظلت انتظر، ودي انا هالاسم اللجان كلها مشت لحد الان، اليوم مباشر وقالوا بالتسلسل تجي. قصدي انطوا غيركم حتى انت؟ يا اكو ناس تقدمت وطلعت من زمان، وقسم منها لا لحد الان بعد ما طلعت. احتياجاتنا وايد، عندنا احتياجات وايد يا استاذ. مثل اول نقطة، عندي امراض مزمنة، عندي احنا عندهم امراض مزمنة، قدة وعندها سكر وعندها ضغط وعندها هناك، يا ما ادري اذا اروح هناك ما ادري شلون اوديها للدكتور. الدكتور ما ادري عندي امكانية اوديها للدكتور هناك يا ابو. هنا لا والله المنظمات والحمد لله حتى اليوم جت المنظمة اخذتها، انا مو قدة، عندها قدة لما تسمع عملية. والله الامراض هنا عندنا حالة الحكة حاليا، اكو حكه بالجسم يصير، لا يراجعوا لحد الان بعد يجيبون علاج ينطون، بس نفس الحكه تبغى يصير. سبب المي؟ المي، المي مالح. احنا ناشد الحكومه ان توفر لنا المده هاي اسمها مات، احنا نريد نرجع، بس شنو ما عندنا امكانيه نبني لنا القرفه. نقول بيت الحكومه تساعدنا، الحكومه الحاليه تساعدنا، شنو حتى لو سوينا شيء بسيط من هاي التعويض، او شنو واحد يسوي له قرفه يرجع لديرته. هسه اكثرها عنده فلوس وعنده امكانيه رجعت وبنت، اللي قرفه اللي قرفتين وها ورجع المنطقه ورجعت. هسه اكثرها احنا كم واحد قليلين ضلنا احنا متطشرين بالخيامات، لان ما عندنا امكانيه ولا حول ولا قوه الا بالله.
احنا من منطقة حزام بغداد. اليوم منطقتنا داخلها السور، لا مستشفى، مدرسة واحدة، يعني اعتبر اذا صار عندي مريض لا سمح الله بالليل لازم انطح البغداد. انا ليش مو هنا؟ انا 5 ثواني انا بالمستشفى، دقائق بالمستشفى. احنا ناشد لا مستشفى، لا صحيات بيها، لا مي بيها، لا خدمات بيها، لا مي بيها. منطقة تعبانة كلش، ويرد يحصلونا ورا رمضان اذا رجعونا. وانتم شنو السبب عدم رغبتكم بالعودة؟ احنا مستشفيات ماكو، صحيات خلاص، منطقتنا صحيات خلاص ما بيها كمساعدات، ما بيها نهائيا، اللي بيتفلش والمنطقته واللي عنده مشاكل عشائريه. اي تمام، ما عوضكم انتم؟ لا والله حزام بغداد لا عوضونا ولا هي، عندنا بيوتنا فلشه وقياعينا راحت، وبيوتنا راحت، وغراضنا راحت. منو اللي استولى عليها؟ والله غير هم اللي اللي اللي, اللي حرروها، القوات اللي حررتها، ما نعرف حشد جيش، ما نعرف اي شيء فيها اللي اخذتها. شوفهم حتى امريكان الحمامات، السياره الجايه هاي 7 سنابل حتى الامريكيه هاي، بس على المراقبه. لا بس على الصحيه تعال خام ابو مكسور نازح من منطقه العامريه، منطقه العصي. والله بالنسبه للدور مالتنا مهدومه بتاتا، وخدمات ما بيها بتاتا، لا مي ولا كهرباء، والدور مالتنا كلها مهدمه، واقع على. وبالنسبة سوينا معاملات ما تعويض، ولا أحد استجاب لنا بالتعويض بتاتا. والله احتياجات مالاتنا، يعني احنا هسه اشوف هاي الخيم ما يسكن بها، هاي الاساس مالها مخازن مال التريلات، هاي لانها ما يسكن بها الانسان، لان هاي حار، والدولة غافلة عنا، والمنظمات العالمية كلها غافلة عنا. المفروض احنا من 2016 لحد الان حتى مجمعات سكنية يقدر يبنون بهاي الاموال مال هاي مال الخيم. انت تعلم هاي مخازن مال شوادر مال تريلات ومال ادوات، مو مال بشر يقعد بيها. يعني الساعه اذا تطفي الكهرباء 3 دقائق ما قدرت تقعد بيها. واحنا نريد المعونه والعون من الامم المتحده والمنظمات الانسانيه تساعدنا، تنطينا اموال حتى نرجع على مناطق السكن مالنا، حتى نعيد بيها الكهرباء ونعيد بيها المي، وما نقدر المعونه اللي انطيناها ما نقدر نعيد بيها دور مثل ما كانت سابقا عندنا، حتى لو يعني سكن بس نظل بيه احنا وعوايننا. عرفت شنو؟ لان هاي الدور مالتنا اللي تهدمت، كان مو بس احنا عملنا بها، ابائنا واجدادنا كان يعملون شيء لا شيء تحسين، كل جيل يجي ويحسن الدور ويحسن المناطق. وراحت الادوات مالتنا الزراعيه، وراحت الاتنا، وعندنا تريلات مال نخيل، وعندنا سيارات خصوصي، والمعدات الزراعيه والمضخات مال الاراضي الزراعيه كلها راحت. ما بغنا انا بالنسبه لي عشان عندي مضختين مال مي، عندي فوق ال 450 دونم، وعندي محطات مضخات كهرباء 2، كل واحده 125 حصان. اي راحن كلهن، راحن ما ندهن، وين راحن؟ مفقودات، والبناء عليهن رايح. وعندي مولدات يمهن، مولدات 2 كل واحد 150 كيفي بيركز من نوع انجليزي، هذن كلهن رايحن. وما عوضونا، لا الدوله عوضتنا ولا المنظمات ولا التحالف الدولي اللي حطمنا. احنا حطمنا التحالف الدولي اللي هو دمرنا. الامم المتحده هي مسؤوله تدمير اماننا وهدم بيوتنا والاتنا ومعداتنا. هي المفروض هي الامم المتحده هي تيجي تعوضنا، تقف على معاناتنا. على ذول احنا كانت عندنا اراضي زراعيه ومونين البلد بيها، من حنطه الى شعير الى مخاضير الى تربيه الحيوانات من بقر وماشيه، وانت تعلم. والله عدم عودتنا غير الحشي، تعرفونها كلها ما خلونا نطب. يوم يسجلونا عودة وكل ما أريد نروح ما خلونا نطب. السبب يقول لك ما عطبوا جماعة، اللي أنطوا فلوس دخلوا، واللي ما أنطوا فلوس لا والله إحنا ما دخلنا. والله كهرباء يعني برمضان زينة، حيل زينة كهرباء يعني. زينة بس كمساعدات تجينا، المساعدات مثلا تجينا من بغداد أو من أربيل، يحطوها داخل العامرية يجسمون نصها ويدزونا ربعها، يعني أقل ربع يجينا.
السبب البوق بينات المنظمات بيناتهم اتفقوا ويا جماعه المجمع إيه ينطونا كرتونه ذاك اليوم الكرتونه كلها ينطونا الهجره جابت لنا غذائيه قبل يوم. والله يريدون فلوس من عندنا كل على 3 اوراق وما طب وننطى فلوس هذا طب والما من هو يطلب من عندكم ام الحشد اقول لو اركن ذاك اليوم الحكومه حتى اذا انا داعش وماكو واسع اقدر اذا انا داعشي لا سامح الله اطب فلوس اطب فلوس اطب سجلنا عوده ورا المغرب جاء رجع علينا قال شزوا عودتكم انتم يابا ليش انت مو لوارك وجت الحمايه وراه وجت الدنيا مقلوبه عليه قال لي ليش كان يقول ها بعد انتم خلاص والله لا قال سيطر 30 انتم ما اقدر اعبركم واحنا داخل السور البارحه يلا محمد الحلبوسي قبل اسبوع فتحنا صبه واحده بس مال مشي برجليك محمد الحلبوسي جيب زره يلا فتح صبه واحده قال الحشد ممنوع صبتين ما يصير يعني اللي بسياره بهاي الصفحه تروح لاهلك مشي وياخذون من عندك من السمسكات يلا تدخل على منطقه اللي تهدمت ما حد عوضنا عليها حاليا ما حد عوضنا طلنا بس نرجع نقعد بمكاناتنا ونسكت والله كل شيء ما نريد كل شيء ما نريد عمتنا هذا دمرنا دمار يعني واحد يعني ظل قاعد في الخيمه قاعد يعني فهم تدمرنا دمار اي والله الحشد يعني الحشد مسيطر على حكومه كامله يا هل تسأل يقول لك يعني الحشد ما نقدر عليه قاعدين بخيم هم ياخذون مقاولات كل هذا الملعب اخذوه 15 مليون ولا واخذونا فتحونا منفذ يقول هذا طمال المي تايفيض والله اخذوه 25 مليون هاي 25 مليون ما يقدر يوزعونها علينا احنا وينكم مطر حتى نفيض وينكم مطر اي والله الحركات ان يقدرون كل عائله هسه برمضان يعطونا على 100,000 مود والله تعيننا ال 100,000 والله العظيم اقسم بالله اكو ناس التقدم ما تعشوا على الفطور ما تقدر تجزمك هذا طومر هذا قصوره تجزمك شو اسمك عمو انت جنات انت ما مسجله بالمدرسه لا ليش بس نرجع ماما سجلني بالمدرسه حلو انت وين بيتكم وين ترجعون نرجع للمنطقه وين منطقتكم بدي بابا وينه؟ بابا ميت. والله اخويا احنا الطريق اللي يطلع على الفلوجه صاب هو حاط الجيش حاط فيه صاب هو هذا داخل السور يسمونه السور هو هذا الطريق الوحيد اللي احنا شغلنا وعملنا وحتى بالتاكسي يشتغل عليه بس هذا من يبقى مسدود لان نرجع ظروفنا صعبه لازم نروح حج مسافه يعني بالاربع ساعات يلا عود نروح على الفلوجه منو يمنعكم منو خلى الصاب وليش يمنعهم هم جيش سادين يا بليش ما ليش والله يعني بعد ما جانا امر لازم يجينا امر من عمليه بغداد عمل نفتح وما ادري عاد يعني هم الجيش ليش ما يفتحونه ما اعرف والله مشاكل ما انا بالنسبه لي وادا عمي وهنا مشاكل ما عندنا احتياجاتكم احتياجاتنا والله يعني بس ينطونا هاي مال المول مال هاشو ومتى نوات تجون متبرعين بس شهر رمضان يوزعون على الخيام مثل يعني سله سريعه نوبات يوزعون نوبات ما يوزعون يعني هيك يعني تمام انت انا تشتغل مبين اي والله عندي محل مال استنساخ وهاي مو نوبات تصير استنساخ المخيمات مال هجره ومهجرين واحنا موجودين هنا يعني على المعاملات اللي اي معاملات مال يعني مال شاي جناسي يجون نوبات شاي جناسي للروضات احنا مثل عندنا محلات ونجهزهم يعني استنساخ معامله شيء موجودين
ما ارجع البيوت ما عندنا شغل، ماكو كهرباء، ماكو مي، ماكو يعني هنا انا افضل من ما ارجع غادي. هناك بيوت للقاع، من اللي ما حد يعرف ايش مدري. رجعنا بيوت خليناها عامره، من رجعنا لقيناها مفلش ما حد يعرف. زين تعويضات؟ لا تعويض ولا قدمنا. اذا تقدم معامله هسه عينه راح يقول لك اريد منك لو عقيد، لو اريد منك شيء، ايش يطلعها منك معامص وكل شيء ما قدمنا. اي انجي. طيب احتياجاتكم هنا بالمخيم، نواقصكم؟ والله احتياجاتنا السيطرات عندك علم منها، مو عندك علم منها؟ هاي السيطرات يعني لا احد يروح ولا احد يجي ولا احد حتى اذا تروح تجيب غراض يرجعك، يعني حاطك هنا بقفص. الوضع الصحي هنا شلون؟ بالنسبه للوضع الصحي عاد المي زين، كهرباء زين، مساعدات موش الحكومه ما تقدم لكم مساعدات؟ لا لا هسه حاليا موش بالنسبه للمساعدات. والمول كان 17 سووه 11، عندك علم من هذا الشيء؟ اللي عنده اولاد بالمدرسه بال يعني بكل مراحل الابتدائيه متوسطه شلون دي قبل مو. انا بالنسبه لي عندي 6 بالمدرسه، اكو مدارس ثلاث، اي 3 ولد و3 بنات. شلون مدبر هذه؟ والله ربك مشيها. المدارس قريبه على المخيم؟ اي هنا ورا هذا المخيم، مو بعيد يعني مسافه تقريبا كيلو. مطالباتكم انتم مناشداتكم الى توجهون شو تريدون؟ والله لو نظل نطالب ونداعي ماكو فايده، نقدمها لله وهاتي. اي مو هيك، ما نقدمها غير لله وهاتي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا هذا قصة بحد ذاتها. السلام عليكم. السلام. شلون شمه؟ شلون صحة؟ اخبارك؟ Thank you.
تفضل على 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 التواليتات، ها بابها مكسور بها شيء بس فقط. تعال شوفهم حتى امريكان الحمامات السياره الجايه. اي هاي السبع سنابل حتى لجنه امريكيه، هاي بس تحت على المراقبه. لا بس على الصحيه، بس على الصحيه. تعال خامه بابها مكسور، خامه حد يضرب الباب ماله، خامه حد يكسرها، هاي فقط. وين لجنه امريكيه؟ تعال شوفها. تمام شكرا. تعال ابو نور، ابو نور تعال سولف. شو اسمك؟ انا حمود. حمودي من اي منطقة؟ حلواني. حلواني؟ ايه. وين بيتكم؟ روان. شو هنا؟ تنازحين؟ ايه. من اي سنة؟ واحد. بالمدرسة؟ ايه. في عصر؟ اه. وين تداوم هنا؟ في المدرسة. ها؟ في المدرسة بس اطلع. شو اسمك عمو؟ احمد. في عصر؟ ثالث. وين تداوم؟ بالمدرسة هنا؟ سبع سنوات. من اي منطقة انتو ناسحين؟ من القائم؟ ابوك عايش؟ شو يشتغل؟ بالباسطية. بالباسطية؟ يلا الله يحفظك، هسه انت معطل مو؟ تشتغل ويا ابوك بالسوق؟ شو وقت ترجعون لبيتكم؟ ما ادري.
ثبتها هيك احسن.